طب واللائي لم يحضن، من دول بقى؟ قال لك البنات الصغيرات اللي هم لسه ما جاش عليهم الحيض. فاللائي هذا لفظ عام يشمل البنت الصغيرة 6 سنين و4 سنين، يبقى بنص كلام الله عز وجل ينعقد الزواج من البنت التي لم تحض أصلا. أهو، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض عدتهن 3 أشهر أيضا. واحد عقد على بنت سنها 4 سنين وعايز يتفك منها، أو هي عايزة تتفك منه، يقوم يقول لها أنت طالق، تعتد، لأن ربنا قال فعدتهن. فهل هناك عدة أو طلاق بغير زواج؟ شفتم في الدنيا حاجة زي كده؟ لا، لا تكون عدة ولا يكون طلاق إلا بعد عقد. عشان كده المرأة المخطوبة ما عليهاش عد، والمرأة التي لم يدخل بها برضو ما عليهاش عد، بس دي مش موضوعنا.